بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. في هذا أن الله يعطي الرجال والنساء من فضله سبحانه وتعالى، وأن المرأة لها حظ من الخير كما للرجل، وأن الله يعطيها المال ويعطيها العلم ويعطيها العمل الصالح كما يعطي الرجال، لأن المرأة شقيقة الرجل، وهي إذا كانت مؤمنة تقية فإنها تساوي الرجل في الأجر والثواب، يجب عليها ما يجب على الرجال ويحرم عليها ما يحرم على الرجال، وإنما تختص بأحكام تليق بها وتكون من صالحها، وإلا فالمرأة في الثواب والعقاب مثل الرجل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة إذا عملت الصالحات فإن لها من الأجر مثل مال الرجل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقد تكون امرأة خيرا من كثير من الرجال، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالمؤمنة قد تكون خيرا من كثير من الرجال الذين عندهم تقصير في العمل الصالح، والمرأة يحرم عليها ما يحرم على الرجل. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهم في الأحكام سواء إلا في الأشياء الخاصة بالنساء، ولهذا قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. والله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله جل وعلا فضل الرجال على النساء كما يأتي في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضلهم بالذكورية والقوامة والمسؤولية التي يختصون بها، ولا يجوز للمرأة أن تتمنى ما أعطي الرجل، ما يجوز للمرأة أن تتمنى ما أعطيه الرجل، لأن هذا خاص به. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. الواجب على المسلم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله من فضله وإحسانه، أن يمن عليه ولا ينظر إلى ما عند الآخرين من الثروة أو من الجاه أو من غير ذلك، ثم يحسدهم ويجد في نفسه عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا نظرت إلى غني فانظر إلى الفقير الذي هو دونك،
فحينئذ تقنع، وإذا نظرت إلى قوي في جسمه وصحيح في عافيته فانظر إلى المريض الذي على فراشه، وبذلك تقنع بما آتاك الله عز وجل. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة والأعمال الصالحة فإنك تنظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى العصاة والكسالى والمفرطين، ولكن انظر إلى الصالحين والمتقين فاقتدي بهم ونافسهم في الخير لتكون مثلهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. بدل أن تعلق نظرك بما عند الناس، علق نظرك ورغبتك وقلبك بما عند الله، فإن الذي أعطاهم هو الله، وهو قادر على أن يعطيك مثلهم أو أحسن. فعليك أن تتوجه إلى الله بالدعاء: واسألوا الله من فضله. وهذا فيه الترغيب في الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. وكلما أكثرت من سؤال الله أحبك الله، وكلما ألححت في الدعاء أحبك الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يلحون بالدعاء. وهذا بخلاف المخلوق، فالمخلوق إذا سألته يغضب عليك ويكرهك، أما الله جل وعلا فإنك إذا سألته أحبك، وكل ما سألته أعطاك. والشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل وعلا يفرح بسؤال عباده ودعائهم له، ولهذا ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يلحوا عليه في الدعاء، وهو يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، ولا ينقص ما عنده، كما في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله جل وعلا يعطي بلا حساب، ولا ينقص ذلك من خزائنه سبحانه وتعالى. ولهذا علق القلوب به وبسؤاله، فقال: واسألوا الله من فضله. ثم قال جل وعلا: إن الله كان بكل شيء عليما. فهو عليم بأحوال عباده، يعطي كل واحد ما يناسبه وما يليق به. من العباد من لو أغناه الله لفجر وفسق، فالله يضيق عليه رحمة به من الفجور والعصيان والفسق. ومن العباد من لو أن الله ضيق عليه ولم يعطه لفجر وحصل منه تسخط على قضاء الله وقدره، فالله يعطيه رحمة به لئلا يخرج من دينه. فالله عليم بأحوال عباده، ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.